داي 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 عامل ايه يسلا بازي في في داي 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 She's a Mona Lisa يا رب صباح الخير كي دايرين لاباس عليكم واموركم على خير مهم هذا الصباح هذا راني خارجه مهم قلت نبدا معكم الصباح واخا راني روطه نورمالمون اختي راها جايه اليوم خصني نمشي نتلقاها في دارها راه تما ماما خصني نمشي حتى انايا باش نتلقاوها تما في دارها حيت غادي توصل اليوم بحال رفقت غسلت وجهي عرفتوا اليوم المود ديال الصه اليوم 45 درجه غسلت وجهي ودرت ليكرون ديالي وجمعت شعري هذه هي الجمعه اللي غادي نتلاقى مع هذا الصهد هذا درت بارفان هذا هو البارفان ديال هاد الصهد هذا ما عرفتش ديجا بارطاجيتو معكم ولا المهم هذا بارفان خديتو جديد ديال ميس ديور بلومين بوكي ما بغاش يدير فوكس مهم عندي شي وقت خصني دابا نخرج غادي نفوت للمخبزه نجيب غادي نشري بسي بان وكذا وداك الشيء كامل باش نفطروا ونتلاقاو من بعد يلا كي دايرين لاباس عليكم مهم ما صورتلكمش من البارح دابا راني رجعت للدار جبت معايا قشي حيت اختي اصلا جات جابت غير حوايج مهم الربل ديال الحوايج راني جبتهم معايا للدار كاين شي حوايج محطوطين هنا راه يبان لكم الروينه باقي عاد هنايا لاطالي اللي كنت كنقول لكم باقا كنستنى واحد لاطالي تجي راه اونفان جات وعندي الحوايج ديال الخدمه اللي راه مرونه مهم غادي نحطكم في واحد البلاصه نجمع داكشي اللي عندي ومن بعد نكملو عرفتوا جات معايا بنت اختي هي اللي عاونتني في هذا الجميع هذا ديال هذا الروينه اللي كانت عندي في هذا البيت راه مازال عاد ما شفت والو الاول بدينا غير بلي كوموند جمعت لي كوموند كانوا عندي مع كانت حبست الخدمه في اليامات ديال العيد كانوا باقيين عندي لي كوموند بجموعين دونك اول حاجه درتها هي بديت بالجميع ديال لي كوموند القدام من مورها هاد الساي كانوا هاد لي فاليز كاملين هادو كانوا عامرين بالحوايج تشيئين دونك خرجنا الحوايج تشيئين كاملين لان كنقادو لي كوموند كانوا تما غادي يبانوا لكم بزاف ديال كوفريات بحال مثلا دوك لي كوفري ديال اورديناري جبت لكم بزاف ديال الحوايج للستوك المهم هادشي كامل غتلقاوه في لاباج ديال الخدمه ماشي هنايا كنا كنفتحو كنفيريفيو داكشي ديال اورديناري دريتوال الحوايج تشيئين عمرنا كلشي في داك القنت باش بحرا نبدا نجمع لي كوموند نفرز كلشي نعمر لي كوموند ديال البنات ونصيفط لهم حوايجاتهم باش تبان لي من بعد الخدمه اللي خاصني نديرها عرفتوا باش نفرز الحوايج ديال شي اندست عليا فيهم واحد التمره بعد اول حاجه راه تشوفوا راه كانت الكسوه محطوطه في الارض راه الارض كانت مسيقه وكلشي نقي وبدينا كنفرزوا الحويجات وكنردوهم في لي ساشي ديالهم حيت فاش وصلوا حيدناهم من لي ساشي باش ما يشدوش لي سباس دابا عاد ولينا كنفرزوا حاجه بحاجه كنردوها في الساشي ديالها وكنفرقوا لي كوموند ديال كل وحده ولا كوموند ديالها الحويجات اللي درت فيهم تمره هما هذوك الحويجات الصغار بحال كاينين شي بنات اللي كانوا كومونداو هذوك البراسليات الصغار كاينين اللي كومونداو شي حويجات حلقات شي حويجات ما كيبانوش مهم والصهد ما نعاود لكمش ما نحكي لكمش The next day. وهنا الغد لي صراحه ما درنا حتى شي حاجه مشينا للصالون انا اختي دارت البيديكور وانا درت بيديكور وفيرني بيرمانو وبنت اختي شيرين دارت البيرمانو ماشي البيرمانو بلوتو دارت الجل في يدها جاها زويون المهم جات واحد لاكولور خرج ليا زويون واحد البيديكور درتو ما نعاود لكمش عرفتو خرجت كنقشع المهم داك النهار ديال الراحه هنا النهار الرابع يمكن والله ما بقيت عاقله من كل نهار كنت كنصور لكم شويه هنا مشينا لا بيسين وجينا في العشيه للدار قادينا لا تيلي وصوبنا شحال من حاجه اسلام في داي داي
داي داي داي داي داي داي داي داي شو جاي أبنات أشوفه درت أبونيفو أنا أهلا كي دايرين لاباس عليكم أموركم على خير هادي شحال ما هزيتش الكاميرا حقاش أصلا راني مخبقة هاد الأيامات هادي بزاف قلت دابا يلا كي لقيتها باش نجلس كنت وريتكم شي تخربيقات يمكن اخر نهار وريتكم شي تخربيقات اللي كنت كنقول لكم هادي شحال شي حوايج شحال وانا كنتسناهم يجيوني شي حوايج ديال الدار كنت شريتهم ولكن كانت اختي هي اللي تكلفت لي خدات لي داكشي كامل من برا كانوا دايرين لي سولد المهم خديتيهم زاد زوينين راه كلشي حطيته اللور قلت نصور معكم داكشي كامل دابا ونرد بعدا نستف داكشي المهم كاينين بزاف ديال لي كوات كاينه لامبريمونط كنت محتاجاها خداتها لي همزه عرفتوا رخيص هادشي كامل خديته رخيص داكشي علاش جبت من داكشي علاش جبت الحوايج تاع الدار جبتهم من برا وهي اصلا اختي كانت جايه دونك قلت تجيب لي معها غادي يكون حسن من انني نشري داكشي من هنا لاسبيراتور مي ما تخرب هذاك ما نحطكم في واحد غنحطكم في شي بلاصه غادي نحطكم في شي بلاصه وغنبدا نفتح معكم هادشي علاش جيت انا جلست في الارض باش نفتح كلشي حداكم غنبدا بهاد وبردي هاد الصاك هذا هاد الصاك فيه الفوطات وفيه لي دراو داكشي ديال لي اوس دو كوات وكدا الا شفتوني كانت عندي غير وحده هي اللي كنت كنبدل بها حيت كانت جات واحد الوقيته في راس العام وكنت جبتها لي معها كنت خصها تجيبها لي معها باش نبدل بها ما بغيتش نشري من هنا حيت اصلا هي شرات لي بزاف المهم بعد اول حاجه راني دايره هذا اللباس هذا حيت راه الموت ديال الصاد الموت ديال الصاد كاين فوجدا اليوم اللي الجو شويه صافا باش قديت نوض ونصور معكم ونفتح هذا الشيء ونرد كلشي لبلاصتو ما قبل راه كانت كتوصل درجه الحراره 46 درجه والله ما كنت كنقد راه تشوفوها كاع في وجهي راه باينه فيا بالله راني صفره في وجهي اصلا المهم نبداو اوبس ها هو هذا الصاك هذا كتكون فيه الفوطات وداك الشيء كامل عاد غادي نفتح حيت انا والله ما عاقله شنو جابت لي دابا عاد غادي نفتح وغنكتشف غادي نعاود نفرح من جديد معاكم المهم بالنسبه للفوطه ديال البحر خديت بعدا هذه على حسب البحر كبيره هذا الشيء راه تقام رخيص المهم كانت كدير شي 14 اورو ولا شي 14 اورو هذا الشيء خديته بشي 6 اورو بحال هكاك هذا الشيء غير مرخيص بزاف هذه حتى هي ديال البحر والثوب ديالهم زوين عرفتوا حسن من داك الشيء اللي كيتباع هنا هادي على حسب البحر ثاني جوج ليا هادو ملونين وجوج وحدين اخرين قري على حسب محمد وكلشي هادي زرقاء هادشي التوب ديالو زوين والله هادي وكبارين بعد البارح كنا خرجنا لابيسين ديت وحده بعد ديك الغوص كنت ديتها معايا وهادي يمكن صافي غير مع هادشي اللي كاين ماني عاقله بالضبط شحال الا راكم تسمعوا الحس راني حاله السرجم ما نقدش نسدو راه كاين الصاد المهم الا راكم تسمعوا شي حاجه ديال الصداع سمحوا لي المهم كاينه هادي ثاني قري دوك لي اوس ديال الناموسيه كاينه هادي راه كانت ديجا في واحد الصوره ديالها كتبان مفرشه جو بونس حلاتها قبل ما تجيبها لي باش ما تشدش البلاصه المهم هادو الوسايد هادي اونوار اي بلون زوينه الصراحه الوسايد ديالها هادي الاوس ديال الكوات فيها واحد الفاس فيها فاس هاكا وفيها الفاس الاخر هاكا باين معاها حتى ديك لاوس ديال داك ديال لاستيك اللي كيكون في الناموسيه ما عرفت فراه هذا ديال بلاصه هذا بغيت نصاوب واحد الكنابي بغيت نديرو في ديك البيت الصغيره كنابي وندير فيه الاخر داك البونج اللي كيكون لداخل ندير فيه بحال يجي العبار ديالو بحال ديال الناموسيه والا جا عندي شي واحد زايد يقدر ينعس عليه وخديت هذه باش يبقى يتغطى بها داك الاخر يتغطى بها داك البونج الا بغى ينعس شي واحد وليزار ديالو راه ليه ليزار ديالو راه ليه ما جبتوش ليزار ديالو حتى هو قري ها هما الوسايد ديالو ليزار ديالو داير بحال هكا هذه الوساده ديالو وهذا ديالي ليا ديال الناموسيه ديالي فيه ها هو المهم فيه واحد الفاس فيه دو فاس حتى هذا في واحد الفاس كامل بحال هكا والفاس الاخر مزوق بحال هكا وكاين واحد اخر هذا نتوما شوفوا راه يبان لكم كي كيجي داير هادو الوسايد ديالو وهذا لاوس ديال الكويت بزاف دوك عاد راني نشوف هذا غوز جو بونس غادي نفرش اليوم هذا الغوز عجبني هذا الغوز هذا ها هو كي كيجي داير في الفراش في التفريشه ديالو هادو الوسايد وهادي لاوس ديال الكوات كاين هذا ثاني هذا ثقيل هذا التوب ديالو بحال ساتان هذا ساتان
التوب ديالو زوينه، حتى هذا التوب ديالو كيبان شي حاجه اللي غاليه، وهذا الشيء كامل البنات راه رخيص. هذا الشيء كل حاجه نقول لك كل واحد تقام بشي 17 من اورو 12 بحال هكاك، والتوب ديالهم زوين. وهذا شوفوا التوب ديالو شحال زين، هذا ما غاديش نفرشو دابا ابيض حتى حتى المره اخرى. غادي نفرش اليوم، غادي نفرش داك البوز اصلا، انا خاصني نجمع الدار، غادي نجمع كلشي معاكم. ها هو، وهذا الدغا ديال ها هو. كاين هذه لاوس ديال ناموسيه ديال جوج بلايص، هذه اوس ديال ناموسيه ديال جوج بلايص، حيت ديجا كانوا عندي وبغيت نزيد باش نبقى نبدل فيهم. فهاد لا كولور هذه غري، هادو كانوا غير لي دغا ما كانش فيهم لوسايد يمكن، وكانت قالت لي نجيب لك واحد زايد فصليه وديري به لوسايد، جبت لي واحد زايد حيت اصلا كان رخيص. دونك هذا غادي نفصلو ونصاوب به لوسايد على حساب الناموسيه، والتوب اللي شط نزيد نصاوب به لوسايد وحدين اخرين. الفوطات ديال الدوش هادي غوز، وهادي وحده اخرى بحالها، وهادي فيها فوطه كبيره وفوطه صغيره. هادشي البنات كانت هادو تقامت بشي 4 اورو شي حاجه بحال هكا، المهم هادشي رخيص رخيص. حتى هادي تقامت بشي لا هادو يمكن بشي جوج، لا هادو تقاموا بشي 4 اورو، وهادي تقامت بشي 4 اورو حتى هي بوحدها ولا شي 3 اورو. هادي فيها زوج صغار، الفوطات الصغار جبت بزاف حيت كيتحتاجوا على حساب، كاين اللي تبغي تمسحي به شعرك، كاين اللي تبغي ديريه غير في الدوش باش يبقاو يتبدلوا بزاف، دونك خاص يكون لو شوا بزاف. وانا كيف ما قلت لكم ما كنتش كنشري بزاف كاع قبل، خليتها هي اللي تكلفتني بهذا الشيء كامل جابتولي. هادو ثاني وحده صغيره وحده زرقاء وحده بيضاء، هادو صغارين فتح معكم شي وحده ها هي، ولا كاليتي ديال القطن ديالهم زوين صراحه. هادي وباقي هاد وحده اخرى، هادي ها هي وحده كري وحده بيضه. كاين البيض بزاف حسن صراحه، البيض انا كيعجبني البيض في الفوطات. صافي هادشي اللي كاين. هادي ديال لاسبيراتور، غنوريكم دابا الحوايج الباقيين. المهم جيت جلست هنا باش نكمل معكم التصويريه داكشي اللي باقي نكملو. كاين هادي هادي كوات ديال جوج بلايص، كانت ديجا عندي وحده وست وحده اخرى باش اوكاو الاخرى تصبن نلقى وحده اخرى، وجبت زوج ديال بلاصه بلاصه. هادو الا جا شي واحد زايد من الاحسن هادو، حيت عرفتو سخانين غير وحده كديري لها ديك لاوس ديالها من 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 الفوق، كي سخان بزاف في المشتا، غير وحده كافيه احسن من دوك الكاشات بزاف ودير جوج كاشات ثلاثه ديال الكاشات، غير وحده كافيه وسخونه. دونك جبت جوج ديال لي كوات، هادو هما هادو، هادو زوج ديال بلاصه بلاصه، هادو كانوا رخاص غير بشي 20 اورو. وهادي هادي ديال جوج بلايص، هادي بشي 40 اورو ولا شي 36 ولا شي حاجه بحال هكا. و لامبريمونت هادي كنحتاجها في الخدمه بزاف باش كتسهل عليا عباد ما نخرج نامبريمي كلشي باش تسهل عليا الخدمه. هادي اش بي جو بونس 40 اورو، هادي الا بقيت عاقله. هاد اللوستر هذا صراحه زوين، غير هو انا هاد الدار اللي ساكنه فيها دابا فيها كلشي، فيها لي سبوت يعني ما كاينش فين نركبه، ولكن معليش يبقى مره اخرى ان شاء الله نلقى له بلاصتو. ما بغيتش نفتحو، هذه غير الخشبه ديالو، كيجي صراحه زوين في الشكل. وهادو لي لومب، الا لقيت شي تصويره ديالو غادي نبارطاجيها معكم هنايا، حيت ديجا كنصيفطت ليه التصويره ديالو كي كان، المهم تصويرته اللي كانت في الكرتونه ديالو. هذا روبو بلاتي، هذا روبو كبير فيه العجانه وفيه الكاس ديال داك الميكسور. المهم هذا فيه هذا ديال الزاج، روبو واحد فيه داكشي كامل حتى نديه للكوزينه، وغادي نوريه لكم اون ديتاي. فيه ديك اللي كطحن الكفته، فيه عصاره ديال التشين، فيه داكشي كامل، فيه هادي ما عرفتش. المهم هادشي باقي هنا بالبلاستيك ديالو، فيه بزاف ديال التخربيقات ما بغيتش نفتحو غادي يروني حتى نحطو في الكوزينه ونوري لكم اون ديتاي. المهم هذا روبو كيسهل عليك كلشي، فيه بزاف كتحطيه وفيه كلشي كيركب، فيه هادي فيه عجانه فيه عصاره ديال التشين فيه الكفته فيه، المهم هادي هي العجينه داكشي. هذا 100 اورو يمكن، المهم هادشي تقام عليا بطاطا برتل، هادشي تقام عليا خير. لاسبيراتور راه هنا في الارض، انا نهزها نوريها لكم. ديجا راني خدمتها اسبيريت بها، عرفتوا شنو جبدت لي؟ واخا كنشطب واخا كلشي مشي بحال لاسبيراتور، ديجا راه تغبرت واحد شويه. هادي بشي 30 اورو، عرفتوا كتجبد مزيان كتاسبيري من داكشي. اوبست هادي فريتوس حتى هي رخيصه الصراحه، يمكن بشي 30 ولا 40 اورو والله ما عقلت. سلام مولينا سوي، هذا لاسبيراتور دوك الريوس ديالها هذا،
هذه باش كتعلق هذا، وهذه باش على حسب القناه وداك الشيء كامل، والمقالي والكاسرونات. هذه كبيره على حسب فاش كتبغي طيبي شي حاجه. مهم باش كديري فاش كتزيدي كتكون عندك شي حاجه كبيره هكا، سورتو في رمضان فاش كتزيدي داك الشيء كيكون بزاف. هادو واعرين البنات عرفتو تقال، ولا مارك تيفال جو بونس لا مارك تيفال. هادو مهم، هذا الشيء كامل غادي نوريه لكم، يمكن لا تقام شي 80 اورو كاينه هذه، مانيش عاقله صراحه. هذا الشيء تشرى كاع في شهر 10 اللي فات ويلا كيوصلني. هاد المقله هذه كبيره، شكون لاكولا ديالها شحال زوينه. هذه تقالين، هذا الشيء كاليتي احسن من ديال المغرب زعما الصراحه. كون شريت من المغرب كان غادي يتقام شويه زايد في الثمن، ولا كاليتي لا علاقه. كاسرونه ثاني مهم، نفس كلشي شكل واحد. ثلاثه ديال الكاسرونات، هذه كنت كنعاني في الكاسرونات صراحه ما كانوش عندي، ودابا راه برا. وهذه كبيره، قوا كبيره هذه، هادشي عاد دابا راني كنشوف. ها وحلي التباس راهم معايا هنايا باش غادي نجمعوا هاد الروين هذه كامل الدار راه حالتها. المقالي ها هي وحده، وهذه كبيره فوالا. هادو ديال داك الروبو اللي وريتكم قبيله ديالو، وهادو ديال الخضره. عرفتوا راه والله العظيم شتو شريتها من المغرب وتصدات ولات حالتها. المهم قلت لها جيبي لي زوج، كانت في المغازه كدايره معايا ابل فيديو صافي. وهادي ثقيله، هاد المرميطه ديجا قالت لي عندي بحالها ما كتلصقش، واخا كتحرق كتحرق المرميطه من برا، وداخل الماكله كتبقى هي هذيك ما كتلصق ما كتلصق شي حاجه. هادي جو بونس لا كانت بشي، نكذب عليكم الا قلت لكم شي حاجه نكذب عليكم، ولكن اللي غادي نقول لكم هو هاد الشيء كلشي ديتو رخيص وديتو في ليسود، كانوا دايرين شي ديستوكاج ولا شي حاجه. واحد الهمزه صراحه درت بون افير. الكوكوط كانت كدير شي 160 اورو، هاد الكوكوط ديتها ب 40 اورو هادي اللي هو قالت لي حتى هي عندها بحالها. قالت لي هاد الكوكوط صدقت كتلصق واحد شويه، هادي ساهله في السدان ديالها احسن من الكوكوط الاخرين بحال هكا. والداخل راه فيها، جبت حتى المعالق والفراشط والمقالي، المعالق والفراشط والمقالي. تقال تقال تقال، ها هما. هادي جبت جو بونس 12 معلقه صغيره، و 12 معلقه كبيره، و 12 الموس يمكن 12 12 فوالا. كيقولوا لها بانينيغ ولا بانينيوز، هذه جبتها كبيره على حسب باش تحطي فيها جوج طاكوسات ثلاثه ديال الطاكوسات. اصلا غنديروا العشاء هذا النهار طاكوس، يمكن غنبارطاجي معكم لا غوسيت كيجي زوين. لا مارك دومو شي 30 اورو يمكن. هادشي راه كنوري لكم بلا كراتن حيت ديال الكراتن حيداتهم. راه كنصيفط لي واحد الفيديو فاش كان داك الشيء كامل مستف عندها، غنبارطاجيه معكم دابا داك الفيديو. كيجيو ثلاثه ديال لي طاكوس يمكن يجيو هنا صافي. جو بونس هادشي كامل اللي كاين، وشي حوايج وحدين اخرين جبناهم على حسب الخدمه. جبت لكم امشيو البيت ديال الخدمه باش نوريكم. كاين تاني حتى هادو اوردينيغي، هادشي كامل راه اوريجينال جاي من برا. مهم كاين بزاف الجليكوليك لايغونيك نياسيناميد، هادشي كامل غادي تلقاوه في لاباج انستغرام. وشنو كاين تاني؟ كاين لي كوفريويت شويه، مازال هادشي راه عاد كي غير حطيته هنايا، باقي ما استفدت ما درت حتى شي حاجه. باقي هاد لي كوفري تاني هنا غير شويه بزاف. كاين هادو الكبار غادي نوريكم شي واحد. هادو مهم، هذا ديال الرجال، وهادو ها هما ديال البنات كاين بزاف. وهادو ديال هاد لي ماسك ديال الرجلين راهم معروفين. المهم هادشي كامل تلقاوه في انستغرام.
لاصوص هذه اللي كنصاوبها بالموتزاريلا وبلا لا كريم فريش خدو برافو هي اللي زوينه وصافي كنسدو غادي نديرو هنايا باش يتحمر من لي دو كوتي بلاتي تقلى لي دابا غير الفريت باش نبدا المونتاج. البنات درت لا كريم فريش ديك القرعه اللي صورتها لكم هذيك ديال نص لتر درت تقريبا نص ديالها وسمعها شويه ديال الحليب باش ما تجيش ثقيله وهذا الفرماج غادي نديرو كامل حيت غادي نصاوب 7 ديال الطاكوسات غنخوي هذا الشيء هنايا كامل ما نخلي شويه يعني بزاف ما بزاف لا يمكن غادي نخلي شويه يعني بزاف صافي غنخلي هذا الشيء يطيب بقى يتخلط مزيان باش من بعد نصاوبوا به لاصوص فرماج. البنات نسيت نقول لكم بلا تاكوس كندير فيه حتى لاصوص ديرو الجيريان ولا ديرو اللي بغيتو عاد زيدوا الفرماج زيدوا الدجاج ولا لا داند ولا نوغات ولا اللي بغيتو الفريت وديك لاصوص فرماج ضروري هي اللي كتبنن داكشي كامل وباش كيجي تاكوس لداخل معلك وزوين. ومازال عاد كنجمعوا الروينه كانت واحد الوقيته كنت درت الميناج وكنت نقلت حيت البيت ديال بيتي ديال النعاس ديتها في البيت ديال الخدمه وبيت الخدمه جبتها هنايا وما قديتش جاني الصهد في البيت الاخرى اون بليس دو سال البيت الاخر صغير انا كنت بدلت غير باش نبدل شويه حيت جاتني القنطه في الدار ايوا كنت كل مره كنرجع شويه حيت كيشد داكشي ثقيل مع الكوافوزه وداكشي كامل ثقيل كانوا باقيين لي دوك الحويجات اللي كانوا في ديك الشبكه نست في كلشي في دوك لي زيتاجير دونك عاونوني شويه باش قديت داكشي كامل ومازال عرفتو مور هادشي راه بقات روينه راني جمعت من وراها وما صورت لكمش حيت الدار عندي كانت مقلوبه